يبين دون وجه حق، ذكرى الذين حملوا هم وطنهم وشعبهم، وكانت هذه قمة الخطيئة التي حملوها بأمانة حتى تكون سببا للتقييد. والتقييد والاعتقال في عرف جلادينا هو الموت البطيء منذ اللحظة الأولى التي تقع في أيديهم، والوداع الأخير للأهل والأصدقاء والمحبين. لم يعد هناك فارق أو فوارق بين الشهيد والمعتقل وبقية أفراد الشعب على طول البلاد وعرضها، فالكل معتقل بمعنى من المعاني، فبقي الجلاد واستبداده مسلط على رقاب الجميع. لعلكم أيها المقيبون تتساءلون، أين هؤلاء الأبطال في الزمن الجميل؟ وأين صرخاتهم وعنف رد فعلهم؟ لعلي أنقل لكم ليس إحباطا مما جرى لنا، ولكنه واقعا نعيشه، بأن ذلك الزمن ولى بمن فيه وبما حملوه، وأطل علينا زمنا عجيبا سوداوي اللون، بلا طعم وبلا نكهة، لم يراودنا حتى في أسوأ كوابيسنا وأردى أحلامنا، وأنتم الضحية. ومن سخريات القدر، إن الجرم الذي وقع عليكم وعلى شعبنا لا يعفينا من أننا شركاء بذلك القدر الذي تفرضه سلبياتنا وضعفنا الإنساني بكل أشكاله، وتلون مواقفنا، وضياع بوصلة اتجاهنا، وفقدان حقائق الأمور وأولوياتها. وغرقنا في مزاد رخيص نقلب صفحات التاريخ لندين هذا ونرفع شأن آخر. أحبائي، لكم الله في صبركم ومعاناتكم، والدعاء منكم أن يهدينا الله إلى العمل الصائب، وعزاءكم في إيمانكم العميق، وفي وجدانكم المعذب، وضميركم الحي والمستيقظ، بأن هذه الأرض حبلى بمن سينتزع الحق يوما. فليكن الله عز وجل معكم وإلى جانبكم، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد أن تشرق شمس هذا الشعب حاملة راية الخلاص والحرية. أحمد القيسي. أعزائي المشاهدين والمتابعين، لماذا يصبح هذا اليوم 14 من أبريل كل عام وقفة لفئة من الناس دون غيرهم من أمة هذا الوطن الإريتري؟ لأن الجميع موجود عمليا على ظهر سفينة الوطن التائهة السير والاتجاه، وتلك هبة وطنية تحسب لصالح النابضين بهموم القابعين في سجون الظالمين. الذين يعبرون عن هذا اليوم هم فئة من الناس دون غيرهم، وهذه واحدة من المآخذ، خاصة إذا كنا نعلم أننا نقف في هذا اليوم في وطن يتنادى فيه الغالب أننا أمة واحدة ذات مصيبة أوشكت أن تكون خالدة. علينا أن نجيب، كيف نجعل من هذا اليوم يوما يعلو فيه صوت كل المواطنين دون النظر إلى انتماءاتهم الحزبية والسياسية؟ الكل مطالب اليوم عزيزي المستمع أن تكون الوقفة مع المعتقلين هبة وطنية واحدة تزلزل أركان ومضاجع الخونة الذين باعوا أمانة الشهداء والمارقين عن كل المفاهيم الوطنية والتعايش، الذين لا يريدون أن تترسخ دولة العدل والقانون والمساواة. قد لا ينعدم عزيز المستمع من يستهجن مثل هذا التنادي والاصطفاف المحدود كل عام، وفي ظني أن الجميع لا يحرك ساكنا نظرا لاستدامة المأساة والفجيعة. صحيح، كان من الممكن أن نضع نهاية ماحقة لدولة الظلم واللاشرعية، ونحرر أنفسنا أولا من سجن الضمير وآهاته، ثم نحرر أسرانا من سجون الأزناب، مثلما حرر أبطالنا في نهايات سبعينيات القرن الماضي ثلة من المناضلين الأحرار من فك عدو وترسانة حراسته المشددة، عدو كان أقوى بكثير من العدو الوطني اليوم. العدو الوطني اليوم فلح في تمزيق وحدتنا بمختلف الوسائل.
آمل أعزائي المشاهدين والمستمعين أن تكون لحمة هذا الوطن متماسكة حتى ندق جميعا آخر مسمار في نعش النظام المتهاوي الذي لا يتنفس إلا على رئة ضعفنا جميعا. إيجابيات هذا اليوم هي أكبر بكثير من السلبيات، ولكن نأمل أن تكون الإيجابيات أكبر. مع تحيات الإعلام الشاعر أحمد شريف، أستراليا، ميلبورن. حملة المعتقلين الإريتريين والمطالبة بحقوقهم هي فكرة جيدة، لابد بل وواجب علينا ولابد منها، لأنهم هم يعني مكمموا الأفواه ومقيدوا الأيادي خلف قضبان النظام. دون الإفصاح عن الجرائم التي ارتكبوها أو الأحكام التي صدرت ضدهم أو حتى الإفصاح عن أحيائهم وأمواتهم، وتنطلق حملة 14 أبريل من مبدأ المطالبة بحقوق هؤلاء المعتقلين وواجب الشعب الإريتري تجاههم. طيب، للحملة دي في نقاط ضعف ونقاط قوة. تنطلق نقاط الضعف، تمثل نقاط الضعف في الآتي: بدأت الفكرة في فترة غير قصيرة، إلا أن المؤيدين لها والملتفون حولها كانوا قلائل، ولكن هذه المرة استطاعت هذه الفكرة أن تجد صدى إعلاميا لا مثيل له، والتف حول هذه الفكرة إعلاميون وسياسيون وناشطون، وكل السياسيين والذين يهمهم شأن الشعب الإثري ومعتقلينهم. طيب، في مقترحات للتطوير يعني هذه الفكرة المرة القادمة نفترض أن تكون يعني بشكل أوسع. طيب، مقترحات للتطوير: أن تطرح هذه الفكرة في كل وسائل الإعلام العالمية المتاحة، وأن تطرح بكل اللغات العالمية، كل اللغات العالمية الحية مثل الإنجليزية والفرنسية وغيرها. طيب، أن تشارك فيها كل أطياف الشعب الإريتري من مسلمين ومسيحيين، وفي مقدمتهم أبناء المعتقلين وذويهم، وكل النشطاء القانونيين والحقوقيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة يعتبر يوم المعتقل الإريتري من الأيام الوطنية الكبرى التي تكاد تجمع عليها كافة القوى السياسية والمنظمات المجتمع المدني والأفراد الناشطين، حيث لاحظنا خلال الأعوام الماضية كيف أن هذا اليوم تحول إلى نوع من ما يمكن أن نسميه بأيقونة وطنية لدى سائر القوى، وتفاعلت معها كذلك عدد كبير من أحرار العالم ومنظماته وفئاته وكتابه ومواقعه الإعلامية. أعتقد أن هذه تعتبر من أكبر نقاط قوة هذا اليوم، أنها لم تكن محل خلاف، وذلك لارتباطها بجانب مهم جدا في الحياة الإنسانية، وهو حق الإنسان في الحياة وحقه في الكرامة الإنسانية وحقه في أن ينعم بحريته، وبالتالي هو بعيد عن التسييس. هذه نقطة القوة الأساسية. بالنسبة لنقاط الضعف أو ما يمكن أن نسميه نقطة ضعف في عملنا خلال الفترة الماضية، هو أننا حتى الآن من وجهة نظري لم نستطع أن نترجم الأهداف الكبرى للحملة إلى مشاريع عمل. فإذا اعتبرنا بأن هنالك أهداف إعلامية وهنالك أهداف إنسانية وهنالك أهداف حقوقية، ولم نستطع حتى هذه اللحظة أن نترجم هذه الأهداف إلى مشاريع عمل، بحيث نقول والله عندنا مشروع إعلامي، عندنا مشروع توثيق، عندنا مشروع متعلق بتفعيل الجوانب الحقوقية، عندنا مشروع متعلق بالأسر واحتياجاتها والتضامن الإنساني معها، بحيث نستطيع بعد سنتين أو ثلاثة نقيس ما الذي وصلناه في كل مشروع من هذه المشاريع. بغير ذلك أعتقد يتحول العمل إلى نوع من الحالة الإعلامية أو ما يمكن أن نسميه بظواهر صوتية لا أثر لها في مسيرة المسألة العامة في حقوق الإنسان. وشكرا. السلام عليكم. بخصوص حملة يوم المعتقل الإريتري، حقيقة كانت حملة مهمة، وأنا أعتقد أن ثمارها واضحة للجميع. للإريتري قبل الآخر، عرفت الإريتريين بهذه المعاناة، وعرفت يعني جزء من الآخرين الذين يعني كنا نطمع أن يعرفوا شيئا عن معاناتنا كإريتريين. المرة المقبلة، إذا كانت هناك مرة مقبلة،
سيكون الوضع أفضل برأيي. فقط نحن بحاجة إلى التركيز على بضعة أمور. أولا، كان جيدا أن تتم الحملة عبر تويتر، لكن لتويتر بعض التفاصيل المهمة. مثلا، من المهم أن نبدأ في لحظة الذروة وليس في 12 ليلا. من المهم أيضا أن لا يستمر الأمر أكثر من يوم واحد، استمراره لأسبوع يعني يصعب الأمر. كذلك نحن بحاجة إلى تنويع المنصات، يعني تويتر، فيسبوك، الإعلام التقليدي. وأظن أنه كثير من الأفكار لدى القائمين على الحملة. أتمنى لهم كل التوفيق في المطالبة بهذا الحق الإنساني العظيم. شكرا لكم. حجي جابر. مساء الخير، أنا أحمد شيكاي، أسجل هذا الفيديو بخصوص تقييم حملة يوم المعتقل الإريتري خاص بوكالة زاجل للأنباء. التقييم حول 3 نقاط: نقاط قوة الحملة، ونقاط ضعفها، وبالإضافة لإمكانية أو كيفية تطوير الحملة. في البند الأول ما يتعلق بنقاط قوة الحملة، أعتقد أنا أنه الحملة قوتها منها نفسها، من القضية اللي بتحملها، من القضية اللي بتعمل فيها. قضية المعتقلين هي من أمهات القضايا في إريتريا، قضية إنسانية كبيرة محتاجة لجهود كبير. بالتالي العمل ضمن القضية هذه هو في حد ذاته عبارة عن نقطة قوة كبيرة ومهمة وضرورية. المسألة الأخرى، انتشار اللي حققته الحملة، التفاعل اللي حصل معها خلال الفترة اللي فاتت، دي من الحاجات والأشياء اللي تعتبر نقاط قوة للحملة. بما يتعلق بنقاط ضعفها، أعتقد أنا أكثر نقطة وضوحا هي مع أنه الحملة تنادي بحق الجميع من المعتقلين بغض النظر عن اختلافاتهم السياسية، وإن كانوا مدنيين أو عسكريين أو غيرهم، الحملة تقف مع الجميع. لكن الملاحظ أنه معظم الناشطين فيها هم الشباب المسلم الإريتري بشكل عام، فهذه صراحة هي نقطة ضعف، يعني نقطة ضعف موضوعية ومحتاجة لمعالجة ومحتاجة لاتصال، علشان ما أنه هي بتنادي بحق الجميع، فبالتالي يجب أن يعمل فيها الجميع. مسألة تطوير الحملة، أنا في اعتقادي أنه مبادرة يوم المعتقل الإريتري، وإن كان هذه السنة السادسة لها، آن الأوان أنه تتحول لجسم رسمي، جسم مؤسس، جسم مسجل، يعمل بشغل مرتب أكثر، لأنه المبادرات دائما بيتحملوها أفراد، والأفراد بظروف، يعني ظرف محدد، الشخص كان اليوم ناشط بكرة يكون غير، وهكذا. لكن في حالة يكون جسم مؤسس وجسم معروف، فبالتالي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حملة التضامن مع المعتقلين في سجون السياسة في ورقي، يبدو لي أن هذه الحملة سارت سيرا حسنا، وهي في تطور مستمر عاما بعد عام، ولعل هذا العام أفضل من العام الذي سبقه في من حيث الجانب الفني والإخراج. حصل تطور كبير واستخدام أكثر من لغة، كذلك في مسألة الانتشار وانضمام أعداد كبيرة من المتضامنين أو من الذين تعاطفوا مع هذه الحملة، ازداد العدد أكثر من العام الماضي. كذلك هناك ازدياد عدد مضافين من المعتقلين إلى الأعداد التي كانت قبل ذلك، وهذا إن دل فإنما يدل أن القائمين على هذه الحملة
هم يسهرون ليل نهار لإيصال هذه الحملة إلى النتائج المطلوبة. في رأيي أن هذه الحملة عليها أن تنحو منحة على المستوى المحلي الإريتري، أرى أنها تكون قومية، هذه الحملة تكون قومية في اتجاهين. الاتجاه الأول أن تستقصي كل المعتقلين الإريتريين وعدادهم لا شك أنها بالآلاف. صحيح أن هناك معلومات تغيب عن القائمين بهذه الحملة أو المتعاطفين معها في أسمائهم وعدادهم بالشكل الكامل، ولكن نحاول الوصول إلى أكبر عدد من المعتقلين وهم بالآلاف كما قلت، بحيث أن هذه الحملة تكون شاملة ومتضامنة وتعكس معاناة المعتقلين في سجون السياس من كل الإريتريين بمختلف دياناتهم وأقاليمهم وقومياتهم وانتماءاتهم السياسية، وكذلك حتى الذين اعتقلوا من جانب النظام الوزراء وكوادر الجبهة الشعبية، حتى هؤلاء يجب أن تشملهم الحملة. وهي حقيقة أرى في محاولة لجعلها قومية لكنها تحتاج إلى توسع أكثر في الجانب، كذلك في الجانب أن تكون هي قومية كذلك في الجانب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في تقدير حملة يوم المعتقل إريتريا نجحت نجاحا كبيرا في هذه السنة، حيث ضمت شخصيات إعلامية وصحفية وإنسانية. الأمر الثاني، إعداد الاستمارات كان بصورة جيدة جدا، وأجابت عليها الفئات المستهدفة كذلك بصورة علمية. من السلبيات كان العدد المتحرك في الحملة والمفاعل لها كان عدد قليل جدا ولم يكن بالصورة المطلوبة. من المقترحات اقترح أن يكون برنامج يوم المعتقل الإريتري يجهز خلال السنة كلها، وثم في فترة يوم المعتقل الإريتري ينزل هذا البرنامج عبر القنوات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة ما يخص المناسبة بتاع المعتقلين، المهم الموضوع مهم والتكاتف معه أهم، بس مطلوب دائما أفكار جديدة في كل حملة تتعمل. والاقتراح بتاعي أن يكون في فيلم قصير يعني باللغة الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والصينية حسب الإمكانيات المتوفرة، وطبعا تجرينيا معاهم ومحرينيا ماشي. المهم دي الفكرة بتاعي، ونشكر طبعا الأخوة القائمين على هذه الحملة، ونتمنى لهم النجاح، وإن شاء الله الجميع يأيدهم. وطبعا هناك أصوات كده قريبة تقرر خارج السرب، الواحد إما أن يعمل شيئا أو يسكت يعني. ولذلك بعد الأخوة يعني ما أدري عندهم دخلات وبوستات أحيانا قد لا تعجب الواحد، بس إحنا في ساحة ديمقراطية نسمع كل الآراء، ولكن برضو الواحد يعتبر جهد المقدم من قبل الشباب دول، وهي حملة المهمة إن لم تكن هي لابد أن تكون هي نفسها يعني، لأن إخواننا اللي هناك على الأقل أن يكون لهم يوم في عام، طبعا مش كثير عليهم هذا هو الأفضل. وبعدين برضو إحنا نخرج خارج الإطار الإريتري، الفيلم القصير اللي شرط عليه لابد أن يوزع إلى أكبر نطاق خارج وضعنا الإريتري، لأن أنت عارفين جاليتنا وتأثيرنا مش قد كده، ولكن منتشرين في العالم كله. ولو هذا الفيلم تم التسويق له أي نشره يعني في أوسع نطاق، إن شاء الله نعمل قاعدة جماهيرية تأثير، لأن التأثير اليومين دول تأثير زبدة تحتي مش فوقي، لأن فوقي إحنا بعيدين عنه زي ما أنت عارفين، ولكن الفوقي الجماهير في كل عالم، لأن الجماهير دائما هي قلب الشعوب كلها ونبدها وفكرها، وهي اللي بتأثر في قرارات الدول. شكرا ومع السلامة. معكم عمر طه، كندا تورونتو. مع السلامة. السلام كم اللهم بمجمرية أتي بمعالتي أسرات إرتروين تجيروزنا برا قشقش بتعمي بس جبلن عوتن قسقاس نيرو بتعمي كابتز حقوصة كان قربو زحات من الأسيات أو سرسة تفور
ستفهم من أسئلة بتعامل حق وش نجري أتياب لي نصوحات إرثرا منقس إرثرا وريج زلو بزي زهون يخون تقوم هاوي زهون يخون سرعات دلو ويك أفرد هيك ربك بزي تفضل مخنيات أنا ويح عمتات أبو سربيت نايت منقستي نايت سرعات إرثرا زيسون هاي إرثرا عصر تربعت أبريل بوغوس غاس تخيلو بتعمي من نتيم كلهم من الأسئلة أبزو زحاوة تساطف وصبات كي مسكون كوم كحالف عيدلين قرب كن ألو تاو قوني نايتي ستافي كأنا كم تشفاي كم زردو مالتي نبي كوم كعرب تراي زغطا نيرو مالتي كلنا حبيرنا أبو من تكن سرح بتقرن ياون أبيد بلا كم تبع عرب سجبرو لغوس كاس سجبرو لنيرو صبوني ريبل مالتي أنا خم تشفاي بتعمل ده سبري وابتزمت خا مالت تنوصرات ناس أكونوا تسفان القبر عملا خايف قدر ناس عند حزي يكون ممكن أخابه وزعبي من قدي خنا غرب أمني كلنا خنا ساتفه مالت عبت عبي زبالة قروبات ناي تقرني عم بتقرني عم تسزر قح صبوني رو بهالي Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم. تقديم الجهد الذي بذل في هذه السنة للجنة المعتقل لهذا العام كان في نظري كان جيد جدا، حيث دخل شخصيات مهمة وغردت في تويتر وكذلك في الفيس شخصيات عربية وإسلامية، ثم كانت محطات قوية مثل الجزيرة حيث وصلها، وذلك بفضل بعد الله سبحانه وتعالى فضل بذل الناس وجهدهم إلى أن لفتوا نظر المحطات الكبيرة في الجزيرة، وكان للتويتر كذلك والفيس حضور قوي، وشكرا جزيلا. حسب رأيي حملة يوم المعتقل الإريتري للعام 2017 كانت متميزة جدا وناجحة بدرجة كبيرة. أولا الاستعداد المبكر لهذه الحملة وتشكيل تنسيقية من وجوه شبابية لها إسهاماتها في العمل العام والعمل الإنساني والطوعي. ثانيا الاستفادة القصوى من مواقع التواصل الاجتماعي، كان هناك حضور لافت عبر الفيسبوك، وأنشئت صفحة خصيصا لهذه الحملة باسم يوم المعتقل الإريتري، كان التفاعل والمشاركات كبيرة جدا في هذه الصفحة. أيضا كان هناك حضور عبر التويتر، وإن كان ثمة ملاحظة هنا، بدأ أن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من الإريتريين لا يستخدمون هذه الوسيلة. نأمل في العام القادم أن يتم التنبه لهذا الأمر ويتم تثقيف إنجاز لي التعبير جمهور هذه المواقع في وقت مبكر بأهمية هذه الوسيلة، والتي حقيقة كان لها دور كبير جدا في كثير من الأحداث في المنطقة. ورغم ذلك كانت هناك تغريدات لهذا العام لفتت انتباه قناة الجزيرة وتناولت الحدث عبر إحدى فقراتها ببرامجها المشاهدة. الأمر الآخر في هذه الحملة هو أن تنسيقية حملة يوم المعتقل الإريتري أعدت قدر كبير جدا من سير المعتقلين، وإن كان هناك شكاوى من تنسيقية من عدم تفاعل أسر المعتقلين، نأمل في العام القادم أن يكون هناك تفاعل كبير جدا من أسر المعتقلين. الأمر الأخير هو أن المشاركات باللغة التيغرينية كانت شبه معدومة في هذه الحملة. هذا الأمر يجب أيضا أن ينتبه له في العام القادم ويكون هناك مشاركات باللغة التيغرينية. لكم مني جزيل الشكر. الحسن إبراهيم.